السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم الماسكولوسكيليتال. وصلنا لعند الريست جوينت. اليوم هنشرح فحص الريست على الرنين المغناطيسي. أهم الانديكيشنز يا جماعة، زي ما انتم شايفين انه أنا بدي أشوف من أهم الانديكيشنز، اللي هو أنا بدي أشوف أي abnormalities، أي contusion، أي إديمة في البون مارو. زي ما احنا شايفين هنا، والرنين شاطر في الشغلات هذه، ممكن يشوف البون مارو كويس والسوفت تيشوز بشكل ممتاز. ايضا ممكن يشوف اي انفلاماتوري ديزيزز زي ساينوفايتس والفيرسايتس، بشوفها برضه بشكل جيد، بشوفها بشكل ممتاز. كمان ممكن انا بعمل الريست ام ار اي علشان اشوف الافاسكولار نيكروسيس، اذا كان في عندي نيكروسيس او نيكروتيك تيشو في 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 منطقة الريست هنا، اوكي. اذا كان في عندي انفكشن في البون يا جماعة، او في منطقة الجوينتس زي الشغلة المشهورة اللي بنسميها اوستيومايلايتس، هي التهاب العظم، وهذا اشي مهم جدا طبعا. ممكن يشوفوا الرنين المغناطيسي. هذه اهم الانديكيشنز اللي ممكن تمر علينا في فحص الريست. وطبعا الريست يا جماعة هو من الفحوصات اللي بتيجي على الرنين، ولكن ما بتيجي كتير. يعني ممكن اذا حكينا في الشهر ممكن يجي عندنا 3 أو 4 ريست ام ار اي. تمام. هذا بالنسبه للانديكيشنز. المريض بيتحضر كالعاده وبيلبس الجاون، بيشيل اي حاجه معدنيه يا جماعه موجوده معاه، زي جوال، مصارمه، اي فيرومغنتكس موجوده، او اي شغلات سواء حاملها او موجوده في الملابس. تمام. وبيلبس الجاون وبفوت على الجهاز زي ما انتم شايفين. بينام بطريقه برون بوزيشن يا جماعه، البوزيشن عفوا احنا هنا ممكن، اوكي، زي ما احنا شايفين انا بستخدم الهاند الريست والهاند كويل، بكون جاي لتصوير الهاند والريست. العيان طبعا هيكون نايم برون يا جماعه، اوكي، على طاوله الجهاز، وزي ما انتم شايفين الهيد فيرست، اوكي. حيفوت ايده كالتالي، حتكون طبعا ايده بشكل بي اي، حيفوتها في الجهاز بشكل مريح، حتتثبت بسفنج وتثبت بسترابس، تمام، في جوا الكويل، اوكي. طبعا هذا الكويل الاساسي تبع الهاند والريست، حيكون متثبت في الطاوله، ممكن بقاعده معينه متثبت او بنحط على الطاوله، تمام، ويكون ثابت، اوكي. ممكن استخدم السنس فليكس اللي حكينا عنهم في الني وفي الشولدر وفي الانكل، ممكن استخدمهم، ولكن السنتر تبعتهم هذولاك ممكن يكونوا اصعب شويه، لانه بدهم طريقه تثبيت كويس، لانهم مش مثبتين في قاعده. ولكن الاساس هو يعني الاساس هو الكويل تبع الهاند والريست، زي ما انتم شايفين اللي هو اللي بيثبت في قاعده وبينشغل، وزي ما انتم شايفين في الصوره. ولكن هذول السنس فليكس كويلز يستخدموا كبدائل، يعني اذا صار في عطل مثلا في الكويل هذا بتكون الامور بنستخدمه. تمام. زي ما انتم شايفين، وبعمل بروتكشن للعيان من الصوت، بنعمل اير بروتكشن، وبيكون العيان نايم بطريقه مريحه. الوضع حيكون شويه مش مريح للعيان بالنسبه للنوم، بالنسبه للسنتره او البوزيشننج تبع العيان كونه برون ومادد ايده. طبعا عشان تعمل طبعا الفحص هيقعد 20 دقيقه تقريبا. انت طبعا هنحط مخده تحت منطقة الصدر والراس والايد، هذه اللي بدها نصورها طبعا، على اساس انه ينيم راسه على جنب، اوكي، وتحط له السماعات بتاعت الصوت هذه عشان تخفف الصوت شوية. ايده الثانية حتكون على جنبه، فيها الالارم طبعا، اللي ممكن اذا كان بيحتاج اي حاجة، او زميرة تحطها في ايده طبعا الثانية، اذا كان اتضايق او بده يتحرك او شغلات زي هيك، ممكن يوص او اتضايق او عانى من اي شيء جوا الماجنت، ممكن يكون يوص على الالارم هذا اذا كان بده اي شيء. تمام. بسنتر العيان، اللاند مارك تبعتي هي على الميد ريست، اوكي، بسنتر الليزر عليها وبفوت العيان
وبأطلع من غرفة الاكزامينيشن روم وبروح على الكنترول روم يا جماعة، على أساس إنه أنا هشتغل البروتوكول تبعي زي ما احنا شايفين بتاع الريست، البروتوكول الأساسي. طبعا بكون أنا مدخل البيانات بتاعت العيان، البيشنت نيم والآي دي والجندر ميل أو فيميل، تاريخ الميلاد طبعا مهم جدا، بالإضافة للوزن، وزن العيان طبعا مهم جدا يا جماعة، لأنه طبعا هتكون بعد هيك هدخل على اختار البروتوكول تبع الريست تبعي اللي هشتغل عليه. زي ما انتم شايفين هذه البروتوكول الايمجينج بروتوكول تبعي اللي بيحتوي كذا سيكونس اللي هنتكلم عنهم بعد شوي. طيب في البدايه انا هاخذ سيرفي او لوكالايزر عباره عن مالتي بلينز اجزاء سجده كورونا. من اللوكالايزر هذا انا حسنتر اول حاجه هاخذ تي 1 وتي 2 اكزيال يا جماعه، تي 1 تي 2 اكزيال في البدايه حسنترهم على زي ما انتم شايفين على الاكزيال فيو، عفوا هاخذ الاكزيالات يا جماعه تي 1 تي 2 حسنترهم على الكورونال يا جماعه اللي ظاهر عندي زي ما انتم شايفين هنا في الصوره هذه، حسنتر الاكزيالات على الكورونال، وحتكون الخطوط طبعا موازيه للريست يا جماعه ريجون، وحتكون مغطيه من فوق، هتكون مغطية زي ما انتم شايفين من فوق لتحت منطقة الايش الريست كلها بما في ذلك الجوينت هذا اللي ما بين الفيبيولا اللي هو الفيبيولو او الراديو فيبيولار جوينت. اوكي، وهي الصورة اللي هتطلع عندي الاكزيال فيو. طيب هذا بالنسبة للاكزيالات وقلنا بتتسنتر على الكورونال فيو. بالنسبة للكورونالز انا اكتر شيء باخد في الريست الكورونال فيو، باخد ثلاثة كورونال. ليش؟ لانه افضل فيو للاناتومي والباثولوجي بتاعت الريست هي الكورونال فيو، عشان هيك انا بكتر منه باخذ سج ثلاث، عفوا باخذ ثلاثه كورونال ستير وتي 1 وتي 2 جريدينت. اوكي، وبسنترهم يا جماعه الكورونال على الاكزيال اللي طلعت، وباجي للليفل هذا بتاع الريديوس بتكون مبينه فيه والالما، وباخذ الخطوط يا جماعه موازيه او قاطعه في الاثنين، وبغطي المنطقه كلها هذه، وهي الكورونا اللي حتطلع عندي، وبرضه بسنتر على السجيتال زي ما انتم شايفين مغطي كل المنطقه. اوكي، طيب باخذ كمان بروتون تيست سجيتال، يبقى احسن حاجه كورونا للريست، احسن حاجه للريست هي الكورونال فيو ثم الاكزيال. السجيتال باخذ بروتون تيست واحد وبيتسنتر زي ما انتم شايفين على الاكزيال فيو وعلى الكورونا من اليمين للشمال، بغطي كل سلايسز وكل الايش والخطوط كلها. اوكي، وهي بالنسبه للسلايس تيكنس بتاعت الريست، طبعا كون المنطقه الريست هي منطقه طبعا صغيره، باخذ السلايسز على 3 مللي والجاب 10. اوكي، والفيلد اوف فيو يا جماعه حيكون عندي من 80 ل 100 ل 100 من 80 ل 100 مللي. اوكي، اللي هو من 8 ل 10 سنتي. اوكي، هذا الستاندرد باراميترز بتاعت الريست. هشوف هشوف الصور يا جماعه، وبعد هيك انزل العيان عن الجهاز، وشكرا لكم.